ما حكم من سافر إلى خارج المملكة وكان يقصر ويجمع لمدة 15 يوما؟ ماذا عليه الآن وهذا حدث قبل 4 سنوات؟ القصر والجمع يجوز للمسافر إلا إذا أقام في أثناء سفره إقامة، إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه لا يجوز له القصر والجمع لأنه أصبح مقيما وليس مسافرا. أما إذا لم ينوي إقامة محددة أو كانت إقامته التي نواها 4 أيام فأقل، يجوز له القصر والجمع لأنه لم تنقطع أحكام السفر في حقه. نعم.